ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ أي نعم، يعني لا تأخذون المتشابه وتتركون المحكم، ردوا كتاب الله بعضه إلى بعض حتى يتضح ويفسر بعضه بعضا. أما تأخذ طرف تترك الطرف الثاني، هذا من الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. مثلا لو قال واحد لا تصلون، ويل للمصلين، الله جل وعلا قال ويل للمصلين، اللي يصلي هذا متوعد بالويل. ها، يقول أنا أستدل بالقرآن، يقول له ليه ما أكملت الآية؟ اللي يستدل يقطع الآية ما استدل بها، لازم يكملها. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولا يقول واحد الله جل وعلا قال لا تقربوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا، نادى المؤمنين قال لا تقربوا الصلاة، لا تصلوا، ما كمل الآية، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هو يقطع الآية أو يفصل آية من الآية الأخرى أو حديث من الحديث الآخر لأجل أن يضل الناس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم.